بسم الله، ده هنا البيم ان نيوزيلاند. هنتكلم فيها بيم ايفالويشن اند ريزولتس. فبنبدأ نقول دي الوثيقة اللي هتبقى مكتوبة فيها مين اللي عملها وشركة ايه والتاريخ، ولو في اكتر من تعديلات فبكده التعديل A B C وهكذا. الاستخدامات بتاعة البيم في المشروع دوت، فبنكتب احنا محتاجين هدف واحد ان احنا نعمل مثلا اوبتمايزيشن اوف ديزاين، هنعمل مثلا ديجيتال اسيت، مهتمين بموضوع الكوردينيتد دوكيومنتيشن. نكتب الاهداف من المشروع، استخدامات المشروع، متطلبات المشروع، قعدنا مع المالك وهو طالب حاجات معينه فبنبدا نكتبها. وهنا بنكتب بقى الكي بيبول، الاشخاص المسؤولين. هنا الاكسبيرينس، هنكتب ايه البيم اكسبيرينس. انفورميشن مانجمنت، مثلا استخدام البيم كذا في انهي اقسام مسؤول عنه، وهيبقى بنستخدم انهي سوفت وير وانهي فيرجن، والامتداد اللي هتبدل بيه المعلومات ايه. هنا كولابريشن استراتيجي، الاستراتيجيه اللي احنا هنتبادل بيها المعلومات، ومثلا في النوع الميتنج اللي هيبقى موجود. هيبقى مثلا في ميتنج بين قسم كذا وقسم كذا او شركه كذا او شركه كذا، ومثلا بيبقى كل كام شهر وهكذا. الكوماند داتا انفايرومنت، هل هنستخدم برنامج معين او هنشتغل على الاجهزه عادي. فبنبدا نشوف الكوماند داتا انفايرومنت هنشتغل بأي طريقه، هنتبادل معلومات ازاي، وبالذات لو اكتر من شركه، هل يبقى في سيرفر مشترك لينا ولا كل واحد يشتغل ونتبادل المعلومات نبعثها لبعض. في بعض الاسئله بنبدا نشوفها، هل انت تستخدم بيم جايد لاين، طب انهي واحد. فتبدا تشوف الاسئله ديت، دي بتساعدك على فهم التفكير الناس اللي موجودة معاك في المشروع.